السلام عليكم أستاذة هدى الكاميلي، مكونة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط العرفان. احنا جد سعداء بالتواجد ديالنا النسخة الثانية للبطولة الوطنية بين المراكز اللي كتشرف عليها العصبة الوطنية، وحنا جد سعداء أيضا أننا نكونوا من الناس اللي غيكرسوا هذه العادة اللي بالفعل خلات المراكز تنفتح على المحيط ديالها، ماشي غير المحلي ولكن على المحيط الوطني، وخلات ان لا مكونين ولا طلبه ولا حتى نقدروا نقولوا المحيط ديال هاد المراكز وديال هذا يتعرفوا ما بيناتهم، ويكون واحد الرابط واحد 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 الشراكه بين بيناتنا احنا كاملين. وايضا تخلينا اننا نخليو نعرفوا بهاد المراكز ونعرفوا بالمجهودات اللي كتقوم بها، ونخليو هاد الطلبه حتى هما انهم يبينوا القدرات ديالهم ويبرزوا المواهب ديالهم في مجالات عده، لان هاد البطوله كتمكنهم انهم يكونوا كمؤطرين حتى هما، يكونوا كلاعبين، يكونوا كحكام، وهذا الشيء كنطمحوا ليه ان شاء الله عبر هذا المولود الجديد اللي ما شاء الله تبت على الجداره ديالو، لا في النسخه الاولى اللي كانت في مدينه افران، ولا في هذه النسخه الثانيه اللي متواجدين بها حنا الان في مدينه اكادير. ونتمنوا ان هاد الدورات تكرر وتعاد وتكون من احسن الى من حسن الى احسن، لان ما شاء الله تقدم بهذه المناسبه. نستغل الفرصه انني نشكر الناس اللي ساهرين على هذا الحفل وهذا العرس الكبير، لا من ناحيه التنظيم ولا من ناحيه التحكيم، على جميع المجالات، وان شاء الله نحاول اننا نكون احسن واحسن في الدورات الاخرى القادمه ان شاء الله. وشكرا لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.